يمكن التنمية اللي حصلت في مصر بعد 30/6 ما كانتش مقتصرة بس على المحافظات وعلى المدن الرئيسية، لكن وصلت كمان لكل المحافظات الحدودية. شفنا مشروعات كتير في واحد سيوة على الحدود الغربية، في مثلث حلايب وشلاتين، وكمان في أسوان والنوبة. المشروعات دي عملت طفرة تنموية وكمان وفرت آلاف فرص العمل للشباب اللي كانوا مش بيلاقوا شغل وبيضطروا ينزلوا للعاصمة، وده كان بيزود مشكلة العشوائيات. خلينا نتابع التقرير. وصلت أيادي التعمير والتنمية التي عملت عليها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكافة المناطق الحدودية على أطراف مصر، وذلك لخلق آلاف فرص العمل للمصريين في كل أنحاء البلاد وتوفير حياة كريمة ومشروعات تنموية للمواطنين. من واحة سيوة على الحدود الغربية للبلاد وصولاً إلى سيناء في الشرق وحلايب وشلاتين وأسوان في الجنوب، بلغت المشروعات ذروتها في كافة المجالات من بنية تحتية وصناعات مختلفة إلى مشروعات الإسكان للأهالي وشبكة المرافق والطرق المختلفة، وهو الأمر الذي يخلق امتدادات عمرانية وتنموية لكل المناطق. في مثلث حلايب وشلاتين الذي يبدأ من نهاية قرية برنيس التابعة لمدينة مرسى علم حتى خط عرض 22 الفاصل بين مصر ودولة السودان، عملت الدولة المصرية على تنفيذ عدد من المشروعات المختلفة، منها المشروعات الإنتاجية ومشروعات استثمارية لخلق مئات فرص العمل لأبناء حلايب وشلاتين. وشملت الخطة التنموية لمشروعات منطقة مثلث حلايب وشلاتين 9 قطاعات مختلفة، منها الطرق والمياه ووحدات كهرباء وتوليد الطاقة والمدارس والوحدات الصحية والمستشفيات والوحدات السكنية، إضافة إلى التنمية الزراعية والثروة الحيوانية والموانئ والمطارات، وذلك بهدف تنمية حياة حوالي 30,000 نسمة. وشهدت مدينة شلاتين إنشاء أكبر مجزر آلي بطاقة استيعابية 72,000 رأس سنوياً بتكلفة تقديرية تتجاوز 200 مليون جنيه، بهدف استغلال القدرات الإنتاجية والتربية الحيوانية في المنطقة المحيطة. وتم إقامة أكبر مشروع للتنمية بشلاتين بتكلفة 35 مليون جنيه لإنتاج معظم الخضروات والفاكهة التي تغطي حلايب وشلاتين، فضلاً عن مشروع هو الأول من نوعه باستزراع الجمبري على مساحة 1000 فدان، وتم استلام الأرض منذ 3 أسابيع وجاري الانتهاء من تنفيذه. وتم تنفيذ محطات مياه بطاقة إنتاجية 250,000 متر مكعب يومياً بشلاتين وميناء الصيد بشلاتين وطريق برنيس حلايب بطول 280 كيلومتراً، بالإضافة إلى محطات الكهرباء بطاقة 7 ميجاوات، وافتتاح مستشفى شلاتين المركزي ومطار برنيس الدولي الذي يساهم في زيادة حركة الاستثمار بمنطقة الجنوب. وفي المجال الصناعي، تم طرح مناطق صناعية للاستثمار بمنطقة مثلث حلايب وشلاتين على مساحة 4 ملايين متر لتصنيع اللحوم والأسماك بمنطقة حدربة وإنشاء وحدة طاقة شمسية بقدرة 5 ميجاوات بشلاتين، بالإضافة إلى وحدة بمدينة حلايب بقدرة 2 ميجاوات ووحدة بقدرة 2 ميجاوات بأبو رماد وإنشاء مولد كهرباء بطاقة 1.5 ميجاوات بإجمالي 4.5 ميجاوات بأبو رماد، وأربعة مولدات بقدرة 1.7 ميجاوات بمدينة شلاتين، وعشرة مولدات بقدرة 100 كيلوات وهي الآن داخل الخدمة، وتقوم هذه المحطات على تغذية أغلب مدن وقرى منطقة مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد. وعلى الظهير الشرقي للمدن الحدودية تتميز واحة سيوة بأنها قبلة للأنشطة السياحية خاصة سياحة الاستشفاء، وفي سبيل ذلك عملت الدولة المصرية على تنفيذ عدة مشروعات لتنمية سيوة وتسهيل النشاط السياحي هناك. وكان الوصول إلى سيوة في السابق صعباً بسبب الطرق المؤدية إليها، لذلك جرى تنفيذ أكبر طريق خرساني هو الأول من نوعه بمنطقة الساحل الشمالي الغربي بتكنولوجيا الرصف الخرساني الحديثة، وهو ازدواج طريق سيوة مرسى مطروح بطول 310 كيلومترات وبتكلفة إجمالية تقدر بثلاثة مليارات جنيه، وتم تقسيم الطريق إلى 6 قطاعات. كما شهد التنفيذ مشروع متميز بتكلفة ملياري جنيه لتطوير وتنمية واحة سيوة والتعامل مع تحدي ارتفاع مناسيب المياه ببركة سيوة وبركة بهي الدين وسوء حالة جسور بركة سيوة، حيث تم تنفيذ قناة مكشوفة بطول 33.70 كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي إلى منخفض عين الجنبي شرق الواحة،
وغلق 42 بئرا شديد الملوحة كمرحلة أولى. وفي الجنوب وصلت أيادي التنمية إلى محافظة أسوان والنوبة، حيث تم افتتاح مشروعات قومية عملاقة عدة، منها مشروع مصنع كيما 2 ومحور كلبشة على نهر النيل، ومشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي يعد الأضخم في العالم، ومشروعات مدينة أسوان الجديدة، إلى جانب إدراج عدد من القرى الرئيسية والفرعية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري. كما تم تنفيذ مشروعات لإحلال وتجديد البنية التحتية، إذ تم الانتهاء من البنية التحتية في طريقي كورنيش النيل والسادات بالكامل داخل مدينة أسوان، كما يجري التغيير الشامل للبنية التحتية في مدينة إدفو وعمل 108 كيلومترات من خطوط الغاز الطبيعي، وتم توصيل الخدمة ل 13,000 شقة، وتم تنفيذ 17 كيلومتراً خطوط مواسير لمياه الشرب حديثة. أيضاً تم إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مجمع محطات لتوليد الكهرباء في العالم، ويهدف إلى زيادة الطاقة النظيفة المنتجة ويوفر مئات الوظائف، إضافة إلى توفير الاحتياجات من الطاقة الكهربائية للمواطنين والمشروعات العملاقة. ويقام المشروع على مساحة قدرها 37 كيلومتراً مربعاً.